السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال حزب اللقاء الديمقراطي إنه قرر المشاركة في الاستفتاء الشعبي المرتقب على الدستور في 5 من أغسطس القادم والتصويت بلا. وأكد الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط أن قراره جاء انسجاما مع إرادة الشعب الموريتاني التي قال إنها أكدت رفضها للتعديلات الدستورية. نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مهرجانه السنوي 11 بالعاصمة نواكشوط وسط مشاركة عشرات الشعراء والأدباء. وعبر وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد رمين للشيخ عن تأثير الشعر في الوعي الجمعي للأمة، مضيفا أن شعار المهرجان هو شعار المرحلة التي تمر بها موريتانيا وهي تخطو نحو التنمية. تتواصل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية 29 بمشاركة الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز. وتبحث القمة ملفات مختلفة من بينها الاستقلال المالي للاتحاد والأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية. احتج عدد من الأطباء العامين والأخصائيين في نواكشوط تنديدا بما وصفوه الوضع الصحي المزري في البلاد. ودعا نقيب الأطباء العامين في موريتانيا الدكتور عبد الله السعيد إلى إنهاء ما وصفه احتقار المواطن، متهما الوزارة بخوض حملة ضد الأطباء لتحميلهم المسؤولية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.